begin with, this is a start from the raid on the 25th early morning. في البداية هذه لها علاقة بالهجمة يوم 25 في الصباح الباكر. ثم بدأت قوات الأمن تهاجم القرى القريبة من مراكز الأمن بعد ذلك بدأت عمليات القتل وإطلاق النار على سكان في تلك القرى، وبدأ الناس يهربون ويفرون ويأخذون ما يستطيعون. كانوا يستخدمون أيضا المتطرفين المحليين الرخاين، وكانوا يعترضون طريق الهاربين. ويمكن أن نؤكد الآن أن هناك 500 إلى 700 قتيل في هذه الهجمات. كان هناك عدد من القتلى في ليلة الهجوم، ثم عندما ردت قوات الأمن الهجوم كان هناك عدد كبير من القتلى. هذا سؤال جيد، أود أن أوضح بعض الأمور هنا. أولا، كيف نحصل على المعلومات؟ هناك مناضلون محليون يعملون معنا بانتظام وهم يقدمون لنا المعلومات، وهم أيضا كانوا فارين وهاربين من عملية الهجوم. وهناك طرق أيضا هي وسائل التواصل الاجتماعي، ويخبروننا عن أماكن تواجد الناس وما هي القرى التي تم الهجوم عليها. وبحسب منظمة Human Rights Watch، اليوم هناك عمليات حرق، والمعلومات تقول أن هناك 9 قرى تعرضت لمثل هذه المعاملة. هناك قرى صغيرة أيضا تم استهدافها، والأضرار لن نستطيع أن نعرف بالضبط ما هو تقديرها، لكن يمكن أؤكد لك أن عدد الضحايا مرتفع جدا. هناك أيضا منع دخول وسائل الإعلام والتعتيم المفروض. هم يريدون أن يحاصروا ويفرضوا الحصار على المعلومات حتى لا تخرج. وهناك ما يسمى بفوكت، أي قطع سيل المعلومات دخولا وخروجا، ومنع التنسيق وعزل الطرف الآخر. وذلك ما يقومون به، وهذا مطبق في أماكن عديدة في بورما. هذه الاستراتيجية تطبقها قوات الأمن هناك. هم أيضا يطلبون الآن من المنظمات غير الحكومية من أن تنتقل من الأماكن المتواجدة فيها لإبعادها عن مناطق الاضطرابات، والناس لا يستطيعون أن ينتقلوا من قرية إلى أخرى. هناك أيضا نسبة عالية من البطالة هناك، ووسائل الإعلام تمنع من الوصول إلى المعلومات، يتم حجب المعلومات عنها. هذا أمر، كيف أقول، إنها استراتيجية طويلة الأمد. العسكريون منذ 62 عندما كان هناك
عسكري دكتاتور، وبعد عام 74 حدثت بعض التغييرات، ومنذ 78 الروهينا أصبحوا متحدين، وفي قانون الجنسية عام 82 حرموهم من حق الجنسية من الروهينجا. وهناك أيضا أقليات مسلمة أخرى فقدت الجنسية، هي إذا سياسة تستهدف أقليات مسلمة عديدة. بالنسبة للروهينجا هم ليسوا فقط من جنس واحد أو عرق واحد، ولكن عدة أعراق، وتاريخيا هم يعيشون في تلك المناطق لأنهم متجذرون هناك، وهم يسعون إلى قطع هؤلاء الناس عن جذورهم. وإيجاد قانون من هذا القبيل ساعد في التنسيق بين التاريخ المفبرك المصطنع من أجل نزع حق الجنسية من الروهينجا. قالوا إنهم لا يستطيعون أن يأخذوا الجنسية إلا إذا أثبتوا أن أجدادهم كانوا يعيشون هناك قبل فترة طويلة. من الواضح أن هذا القانون غير منطقي، وأي شخص يريد أن يثبت وجود أجداده في بورما. This is a part of the strategy. هذا جزء من الاستراتيجية أيضا. عندما يفقدون حق الجنسية يصبح لا يعترف بهم كسكان أصليين في المنطقة، وذلك الوضع الجديد جعل الناس يملون ويسخطون على هذا الوضع. ومنذ 78 كان هناك آلاف من الروهينجا غادروا وذهبوا إلى السعودية وماليزيا والهند وباكستان، هناك 100,000 تقريبا في باكستان وحتى في أوروبا. الآن هؤلاء الناس الذين يعيشون في بورما الآن لا يمكنهم الذهاب إلى بنغلاديش، ولا يمكنهم السفر بالسفينة، أو وهم محاصرون ويحتاجون إلى أن يستعيدوا حقوقهم. أيضا في المستشفيات هناك أماكن خاصة بالمسلمين، وليس لديهم نظام رعاية صحية واضح، وكل 100,000 لهم 16 دكتورا، بينما بالنسبة للمسلمين بالنسبة لهذا العدد يكون هناك دكتور واحد، طبيب واحد. لا يمكنهم السفر من مكان إلى مكان، وبالتالي لا يحصلون على عمل، وهذا الوضع يدفعهم إلى الثورة على الحكومة في بورما. وهذا الوضع هو الذي أوجد ردة الفعل هذه من هؤلاء الناس. وهذه الكارثة ليست لأول مرة تحدث، هذه المذبحة في 91، 2012، 2016، 2017 هي تتردد وتتكرر من حين لآخر. لمحاولة القضاء على الروهينجا ودفعهم إلى الخروج من بورما.
كذلك البلدان المجاورة مثل الصين وغيرها هي مطالبة بأن تستثمر وتهب لمساعدة الروهينجا. من الناحية الاقتصادية المناطق التي يقطن فيها الروهينجا غنية. There are different reasons, I think. هناك أسباب عديدة لذلك. أعتقد أنه في العام الماضي عندما حصل شيء مماثل في بورما، رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق تحدث علنا وتعاطف مع الروهينجا، قام بأشياء كثيرة أيضا ونحن نثمن ذلك. والآن لأن العنف تواصل لمدة 3 أيام فإن هناك من يتحدثون. اليوم مساعد رئيس الوزراء تحدث عن الوضع في بورما أيضا، ونتوقع مناطق أخرى من العالم. هذه ليست مسألة إنسانية إسلامية فقط، هذه مشكلة إنسانية ولا ينبغي أن تحدث في القرن 21. هناك آلاف من الناس محاصرون في الغابات والأدغال، والحكومة بورما تقول أنه تم إيقاف عمليات المساعدة، معنى ذلك أن هناك 250 ألفا يحتاجون المساعدات سوف يموتون جوعا. إلى حد الآن ومنذ اندلاع أزمة الروهينجا، رأينا أن الدول الغربية ودبلوماسيون يزورون بورما، وكذلك مسؤولون أتراك بمستوى عالي زاروا المنطقة. نحن نقدر ذلك ونشجعهم على الاستمرار في دعم الروهينجا. وهناك شيء مهم ينبغي أن نفهمه، ليست هذه أزمة روهينجا فقط، هناك شعور معادا للإسلام أيضا يزداد بشكل خطير، وهذا كان واضحا منذ عام 2012، انتشرت إلى مناطق أخرى مظاهر العنف في بورما، وتم دفن أطفال ونساء أحياء، وقد يكون ذلك سببا في اندلاع حريق اجتماعي هائل، لأن الحكومة بيرما تسيطر على القوات الأمن، وقوات الأمن تتصرف أو تتحكم في المنظومة الاقتصادية، وهذا الوضع خطير على البلد.